بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك لكل الزملكاوية بطولة كاس مصر امبارح، مباراة مميزة في نهائي الكاس أمام نادي سموحة. الزمالك يستحق بطولة الكاس رغم ان احنا اتكلمنا قبل كده كتير وقلنا مستوى الفني للزمالك ما كانش جيد، لكن امبارح الزمالك أدى مباراة جيدة وقدر يفوز بالكاس رقم 23 في تاريخ نادي الزمالك. مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مبروك للجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد حسام ميدو والكابتن محمد صلاح والكابتن عبد الحليم علي والكابتن مدحت عبد الهادي والكابتن أيمن طاهر والكابتن سيد متولي المدير الإداري وكل الطاقم الطبي والفني والإداري بالنسبة لنادي الزمالك. مبروك لكل اللاعبين ختموا الموسم المحلي بشكل جيد، يعني يحفظ ماء وجه الزملكاوية. ومبروك بقى للجمهور الفدائي بصراحة، يعني جمهور نادي الزمالك هو البطل الحقيقي فعلا، يعني جمهور نادي الزمالك هو البطل الحقيقي فعلا اللي بيستحمل دايما نادي، لكن بيفرحوا لعيبة نادي الزمالك وجهازهم الفني بالبطولة رقم 23 في لكأس مصر في تاريخ بطولات نادي الزمالك. وفي نفس الوقت يعني الزمالك بيحافظ على لقبه اللي كان حققه السنة اللي فاتت بعد ما كسب نهائي كأس مصر لو تفتكروا في مباراة وادي دجلة السنة اللي فاتت في الجونة بقيادة الكابتن حلمي طولان. مبروك لميدو، مبروك لكل اللاعبين، مبروك للجهاز الفني وللجماهير طبعا العظيمه لنادي الزمالك. تعالوا نتفرج على ملخص المباراه ونشوف ايه اللي حصل امبارح. خلال 90 دقيقه الزمالك احرز هدف الفوز في الدقيقه 89 عن طريق حازم امام. الزمالك لعب بتشكيل مكون من محمد ابو جبل، حماده طلبه، صلاح سليمان، عمر جابر، محمد عبد الشافي، ياسر ابراهيم، احمد توفيق، محمود خالد، محمد ابراهيم، حازم امام، واحمد علي. ده تشكيله نادي الزمالك امبارح. بالنسبه لنادي سموحه دي كره خطيره لنادي سموحه في الدقيقه 12 في الشوط الاول خبطت في القائم فاول من خارج منطقه الجزاء. امير عبد الحميد في حراسه المرمى، السيد فريد واحمد سعيد اوكا، لعب شريف حازم ناحيه الشمال، عبد الرحمن فاروق ناحيه اليمين. طبعا انتوا عارفين ان ايمن اشرف امبارح كان غايب عن نادي سموحه للايقاف. في نص الملعب طارق حامد، ابراهيم عبد الخالق، احمد حمص، علاء علي، احمد حمودي، وهاني العجيز. دي تشكيله نادي سموحه، والتغيير الوحيد اللي هو
كان هشام فتح الله امبارح ما كانش بادئ ونازل مكانه احمد حمص، لكن التشكيل اللي احنا قلناه هو هو ما عدا لعيب واحد بالنسبه لنادي سموحه. الزمالك كان في بعض التغييرات، شفنا امبارح ياسر ابراهيم من البدايه، ميدو كان عايز يامن ويقفل على نادي سموحه ويلعب بتوازن في بدايه المباراه على اساس ما يخشش في مرمى اهداف، وده نجح فيه فعلا امبارح. الزمالك برضه عايز اشيد بروح واصرار لعيبه نادي الزمالك بصراحه، اللي احنا قلنا قبل المباراه ان في فوارق فنيه لصالح نادي سموحه، هو الافضل فنيا، ولكن الزمالك وانا برضه كنت قلت الكلام ده، الزمالك بفضل روح لعيبته والاصرار وشعبيه نادي الزمالك وخوفهم على جماهيرهم الحاجات دي تتعوض. يعني امبارح احنا كنا شايفين في روح وفي اصرار وفي اجتهاد من لعيبه نادي الزمالك، ونفس القصه بالنسبه لنادي سموحه، لكن دايما الانديه الجماهيريه بيبقى عندها حته زياده شويه حتى لو فنيا قليل من الفرقه اللي قدامها، وده اللي حصل. وده اللي حصل كمان مع النادي الاهلي امام نادي سموحه، لو تفتكروا المباراه اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، سموحه كان افضل من الاهلي، ولكن روح لعيبه النادي الاهلي وشعبيتهم وتاريخهم وتفكيرهم في جماهيرهم خلتهم يقدروا يعدوا مباراه سموحه. نفس القصه بالنسبه لنادي الزمالك، امبارح كان في تغيير سريع في الدقيقه 44 في الشوط الاول، محمد ابراهيم نزل مكان مؤمن زكريا، مؤمن خد مكان محمد لان محمد اتعور في انقل قدمه وما قدرش يكمل. الشوط الاول ما كانش فيه فرص كتيره، فرص قليله جدا، اللعب كان اكتر في نص الملعب، دي واحده نادي الزمالك بالعرض في اللي احنا شفناها من شويه بتاعت نادي سموحه اللي خبطت في القائم الفاول، هي دي الحاجات البسيطه اللي راحت على مرمى الفريقين. نادي سموحه كان الاكثر شويه يعني نقدر نقول خبره في نص الملعب، الزمالك كان مندفع بيحاول يحرز هدف عشان يطمن نفسه ويطمن جماهيره من خلال الكور العرضيه، طبعا من خلال حازم امام ناحيه اليمين ومحمد ابراهيم من ناحيه الشمال، وجود احمد علي متمركز جوه ال 18 اهو دي واحده، لكن ديفنس نادي سموحه بيغطي شريف حازم واحمد سعيد اوكا وبيطلعوا الكوره، ضربه ركنيه نادي الزمالك في الدقيقه 41. حازم امام من افضل لعيبه امبارح، حازم مش عشان سجل هدف ولكن هو اخطر لاعبي نادي الزمالك حازم امام. هتكلم معاكم النهارده ان شاء الله، عندنا انفرادات بالنسبه لموضوع ميدو هيكمل مش هيكمل، عندي معلومات من داخل نادي الزمالك هقول لكم الوضع داخل نادي الزمالك ايه بالظبط ومجلس الاداره بيفكر في ايه ان شاء الله، بس نتفرج على الملخص ونقول لكم ايه اللي بيحصل. برضو يعني عايز اقول لكابتن حماده صدقي عملت فرقه مميزه، ولكن برضو وصلت للنهايه في البطولتين وما قدرتش تاخد بطوله سواء في الدوري او في كاس مصر. كابتن جهاد جريش امبارح ادار المباراه بشكل جيد، يمكن شويه هنتكلم على اخر ربع ساعه كان فيها طبعا بعض الاعتراضات من الكابتن حماده صدقي، وهنتكلم عن وقعه الطرد بالنسبه لكابتن حماده، وده اللي خلى لجنه المسابقات تاخد قرار سريع بايقاف كابتن حماده صدقي 4 ماتشات وغرامه 5000 جنيه. كابتن حماده صدقي في الموسم الجديد هيكون موقوف 4 ماتشات من اداره فريق نادي سموحه، و5000 جنيه غرامه ماليه على الكابتن حماده صدقي. وانا عايز اقول لكم برضو يعني كان ليه حق في حاجه، بس لما تيجي الكوره لو قدرتوا تجيبوا لي الفاول اللي عمله احمد توفيق على ابراهيم عبد الخالق، اعتقد كان يستحق الانذار الثاني والطرد لكن ما حصلش. دي واقعه الطرد، كان طارق حامد عنده انذار وده الانذار الثاني، وانا شايف ان كابتن جهاد جريش هتسرع شويه في الانذار الثاني، الكره دي ما تستاهلش قوي انذار. انا بنتكلم كوره يا جماعه، انتوا عارفين طبعا احنا محايدين، بنتكلم كفنيا، الزمالك كسب الكاس خلاص لكن لازم نقول الحق ربنا. يعني ده دي حاله الطرد امبارح، احمد علي داخل يعني في مشاده ما بين الاثنين، من وجهه نظري ما تستاهلش انذار، يعني ما تستاهلش انذار، لكن كابتن جهاد جريشة كان ليه راي ثاني، ادى انذار لطارق حامد والكارت الاحمر كان الانذار الثاني، وده طبعا خلى النادي سموحه عنده يفقد عنصر مهم جدا في نص الملعب. طارق حامد من اللعيبه الاساسيه الاقويه جدا في نص الملعب كهاف ديفندر. الزمالك عمل تغيير في الدقيقه 61 ونزل مصطفى فتحي مكان ياسر ابراهيم عشان يزود شويه القوه الهجوميه، انتوا عارفين مصطفى لعيب سريع وكورته كويسه ومتحرك على الاطراف وبيخترق وبيروح للمرمى، ودي واحدة تانية لنادي الزمالك. بصوا الدقيقة 82 اهو، احمد سعيد اوكا وعبد الرحمن فاروق مغطي في ناحية الباك رايت، خبطت في عبد الرحمن وطلعت ضربة ركنية لنادي الزمالك، دي كرة هتبقى خطيرة لاحمد علي، الكرة الخطيرة الزمالك كان بقى مستحوذ في الشوط الثاني، يعني الزمالك مستحوذ وماسك سموحة في نص ملعبه، لكن
سموحه كان بيقدر يخرج بالهجمات المرتده ولكن بدون خطوره على مرمى نادي الزمالك. يعني الزمالك كان مأمن كويس جدا بصلاح سليمان وبحماده طلبه، ما كانش في خطوره اللي نقدر نقول عليها خطوره لنادي سموحه. بعض الحاجات العرضيه لكن تعامل معاها دفاع الزمالك كويس جدا، ومحمد ابو جبل حارس المرمى اللي كان موفق في معظم الكور اللي جات له، هي كانت كور قليله لكن كان موفق وبيتحرك كويس. ده هدف نادي الزمالك، انفراد اهو ليوسف اوباما عملها لوب كده من فوق، امير عبد الحميد خبطت وطلعها امير، وحازم امام ضم لجوه. بصوا حازم اسام بيلعب ناحيه اليمين لكن حازم هنا اتحرك كويس جدا انه ضم لجوه ال 18 نص ال 18، فاول ما الكره ردت من امير عبد الحميد حازم امام راح حطها بشماله على طول في المرمى. انا عايز اعرف بس حازم كان بيشاور لمين؟ يعني بيشاور لمين يقول له محدش يتكلم او يحط ايده على بقه كده؟ يعني دي مش معروفه، لكن طبعا فرحه كبيره نادي الزمالك ان الهدف كمان جه في اخر دقيقه، فدي طبعا كانت يعني نقطه ايجابيه كبيره جدا نادي الزمالك. نادي سموحه مش هيلحق يرجع تاني للمباراه، الزمالك في الوقت ده كان هو الافضل بيلعب 11 لعيب امام 10 لاعبين من نادي سموحه. سموحه ما كانش قادر يطلع من نص ملعبه، كان بيعتمد شويه على علاء علي على احمد حمودي لكن مش قادر يوصل لمرمى نادي الزمالك. الزمالك كان مأمن دفاعيا كويس جدا، وبعدين زي ما قلت لكم ميدو رمى اكتر من عنصر، عنده الاستحواذ على الكوره وعنده الاختراقات زي يوسف اوباما ومصطفى فتحي، وكان موجود في الملعب حازم امام ومحمد عبد الشافي، فعنده اكتر من لعيب بيقدروا يخترقوا ويقدروا يفتحوا الاطراف على الملعب سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، فدي كانت حاجه مميزه. وهنا يوسف اوباما يعني خد كرة كويسة جدا وكرة عادت من سيد فريد اللي ما قدرهاش كويس، خلاص بقى نادي سموحة ما قدرش يوصل تاني لمرمى نادي الزمالك، ودي واحدة لكن بتروح لأمير عبد الحميد. فرص قليلة برضو في الشوط التاني، وكابتن جهاد جريشة بيصفر بنهاية المباراة وفوز نادي الزمالك ببطولة الكأس، ودي يعني بطولة مهمة جدا لجماهير الزمالك وبطولة مهمة جدا من وجهة نظري في ميدو أحمد حسام ميدو في بداية مشواره التدريبي في أول سنة تدريب، لما ياخد بطولة مع نادي الزمالك دي حاجة رائعة بغض النظر بقى عن المستوى الفني الكلام ده كله، لكن إن هو ياخد بطولة. ساعات كتير الزمالك بيعمل مستوى فني رائع وما بياخدش بطولة، لكن حاجة مهمة جدا كان ميدو إن هو ياخد بطولة الكأس، وكده كأس السوبر هيكون ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في بدايه الموسم الجديد. هل بقى اتحاد الكوره هيعمل كاس السوبر السنه دي؟ هل هيلغيه؟ الله اعلم، لكن الاهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس. نادي سموحه وصيف البطولتين في المركز الثاني في بطوله الدوري والمركز الثاني في بطوله الكاس، ناقصهم بس الحته اللي هي الاراده بتاعه الفوز او الاراده بتاعه الفرق الكبيره لما بتوصل للمباراه النهائيه. دايما نادي سموحه في المباريات النهائيه ما بيوفقش او ما بيقدرش يعمل الهدف. هنا طبعا كاس البطوله من كبير اليوران بيسلمه لعبد الواحد السيد كابتن نادي الزمالك، ولافته جميله من اداره نادي الزمالك ومن الجهاز الفني لعبد الواحد السيد هو اللي يتسلم الكاس، وكده عبد الواحد السيد اكتر كابتن او اكتر لاعب في نادي الزمالك حصل على بطولات، وفرحه كبيره للاعيبه نادي الزمالك بالفوز بالكاس. زي ما احنا شايفين الكاس رقم 23 في تاريخ نادي الزمالك، ألف ألف مبروك لكل الزملكاوية الفوز بكأس مصر، واحتفال بسيط كده من أرض ما. أنا مبسوط بقى من الاحتفال ده، يعني أنا مبسوط من الاحتفال ده إن أول مرة يحصل تسليم مراسم بشكل جميل وشكل محترم من فترة كبيرة. دايما كانت المراسم بتبوظ التسليم، الناس بتطلع ملهاش لازمة وبتظهر في الصورة مش اللعيبة ومش الجهاز الفني أو مش من الإدارات، لكن المرة دي التسليم تم في أرض الملعب بشكل منظم وشكل جميل، واحتفل الفريق الفائز اللي هو نادي الزمالك. مبروك لكل الزملكاوية، مبروك للإدارة، مبروك للاعبين، مبروك للجهاز الفني، وإن شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك في بطولة أفريقيا. وأول مباراة هتكون الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم السبت أعتقد مع نادي مازيمبي، والزمالك محتاج إن هو يكسب الماتشين اللي على أرضه، عنده مازيمبي وبعدين فيتا كلاب وبعدين هيطلع على الهلال السوداني في آخر مباراة في السودان إن شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك. هنطلع فاصل ونرجع نقول لكم إيه اللي بيحصل دلوقتي داخل نادي الزمالك، الإدارة بتفكر إزاي، ميدو بيفكر إزاي، عندنا معلومات مهمة من نادي الزمالك هنقولها لكم بعد الفاصل إن شاء الله. نرجع تاني مع بعض ونقول لكم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيدور داخل نادي الزمالك. كان قبل المباراه كان عندي معلومه ومعلومه مؤكده من داخل مجلس اداره نادي الزمالك ان في حاله فوز الزمالك او خسارته لبطوله الكاس ان ميدو مش هيكون موجود في الفتره القادمه، ولكن نادي الزمالك زي ما انتم عارفين الامور بتتغير في لحظه.
اللي بيفكر فيه مجلس إدارة نادي الزمالك دلوقتي يعني هو عايزين يمشوا ميدو. ده اللي عندي أو دي المعلومات اللي عندي، اللي هم عايزين يمشوا ميدو. ولكن بعد الفوز ببطولة كاس مصر وكمان أسبوع في مباراة مازيمبي، فالمجلس خايف ان جماهير الزمالك تحمل لو حصل حاجه في ماتش مازيمبي، تحمل مجلس الاداره وتقول لو انتوا ميدو كسب الكاس وجايين تمشوه في ماتش مع مازيمبي. ففي كلام داخل مجلس اداره نادي الزمالك ان هم يسيبوا ميدو لغايه ماتشات افريقيا. ولكن انا عايز اقول حاجه يا جماعه، مفيش حد بيشتغل كده. يعني مجلس اداره نادي الزمالك لازم يقرر يقول ميدو مكمل عقده لغايه ما ينتهي الموسم القادم ولا لا. لازم يعني ما ينفعش بقى كل شويه يبقوا المجلس اداره نادي الزمالك مستني الميدو يخسر مباراه او ميدو مش عارف يكسب مباراه وهي اللي تحدد. لازم يبقى في تخطيط طويل الاجل بالنسبه لنادي الزمالك. هل ميدو هو المناسب لنادي الزمالك في الفتره القادمه مع اللعيبه الجديده اللي جت مع بطوله افريقيا اللي خلاص كمان اسبوع مع فوزه بكاس مصر؟ ده الكلام داخل نادي الزمالك. في بعض الاسماء مرشحه، وفي الراجل اللي هو اسمه رينارد، هيرفي رينارد، اللي هو كان ماسك زامبيا قبل كده، اللي هو المدرب الفرنسي اللي كان ماسك زامبيا، مرشح في نادي الزمالك. في بعض الوكلاء اللاعبين والمدربين عارضين، مدربين برتغال ومدربين برازيليين في نادي الزمالك. اسم الكابتن حسام حسن لسه مطروح لغايه دلوقتي، ولكن كان في مشكله يعني موجوده ما بين مجلس الاداره او خلاف ما بين مجلس الاداره وكابتن حسام على الجهاز المعاون، ان كابتن حسام حسن مش هينفع يشتغل معاك كابتن محمد صلاح والكابتن عبد الحليم علي. كابتن حسام عايز جهاز بالكامل، الزمالك متمسك بعبد الحليم علي ومحمد صلاح في الجهاز الفني المعاون. فهي زي ما بقول لكم دلوقتي اداره الزمالك قبل المباراه يعني كانوا قال لك خلاص سواء الزمالك كسب الكاس او ما كسبش الكاس ميدو خلاص مش هيكمل. لكن دلوقتي مجلس اداره الزمالك في مأزق، قلقانين جدا ان هم يشيلوا المسؤوليه. زي ما قلت لكم لو مشوا ميدو دلوقتي وفي مباراه مع مازيمبي في بطوله افريقيا في الاسبوع القادم وحصل حاجه هيقول لك ما الاداره اللي مشت ميدو وازاي. فهم قلقانين ومزنوقين، يعني اداره الزمالك دلوقتي في مأزق. فهنشوف ايه اللي هيحصل، ولكن ده الكلام. وفي زي ما قلت لكم بعض الاسماء الاجنبيه او المدربين الاجانب البرتغاليين والبرازيليين، والمدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدرب الفرنسي اللي كان ماسك زامبيا مرشح برضه، وكلام على الكابتن حسام حسن. ولكن الخلاف ما بين الجهاز المعاون او مين اللي هيكون الجهاز المعاون، وفي نفس الوقت برضو في البعض داخل مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بميدو، ولكن من خلال مجلس الإدارة او اجتماع مجلس الإدارة مش عارف النهاردة او بكرة هنشوف ايه اللي هيحصل. وانا معايا الأستاذ رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي ببارك له طبعا على الهوا وبارك لكل الزملكاوية بالفوز ببطولة كأس مصر. أستاذ رحاب ازاي حضرتك؟ اهلا يا كريم، ازيك ومبروك لكل الزملكاويه. مبروك ليك ولكل مجلس الاداره واللاعبين والجهاز الفني ولكل الزملكاويه في مصر وفي العالم العربي والعالم كله. الله يبارك فيك. يعني طبعا اكيد اكتر واحد سعيد ان انت تخش مجلس الاداره وبعديها على طول الزمالك يحقق انجاز وتاخد كاس في اول نقدر نقول 4-5 شهور للمجلس الجديد. طبعا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا كرم واسع جدا جدا ان احنا في يعني ما عادش على المجلس 4 اشهر، وبدايه المجلس بدايه موفقه جدا في ان هو يقدر يحرز كاس مصر. وخاصه كمان لما يجي الموقف ده بعد كذا موقف خده مجلس الاداره وتدخل فيه، فالحمد لله الايام والنتائج اثبتت صحه رؤيه مجلس اداره نادي الزمالك في اللي وصل له، وكانت النتيجه الحمد لله ان ربنا وفقنا بالكاس. طيب انا حكيت حاجه من شويه كده حضرتك مش عارف سمعتني ولا لا، بالنسبه للوضع دلوقتي للجهاز الفني، وبرضه يعني وحضرتك معايا النهارده دلوقتي معايا على التليفون، هحكي للناس واقول ان كان في اجتماع النهارده ما بين المستشار مرتضى منصور والكابتن احمد حسام ميدو، وطلب من ميدو اللي هو يقدم استقاله شكليه كده عشان يشيل الحرج من مجلس الاداره، ولكن ميدو رفض وقال لا يعني انا موجود في النادي، انا عقدي لسه ممتد ما ينفعش استقيل دلوقتي. وفي نفس الوقت لو الاداره شايفه اللي هو دور انتهى مع النادي مفيش مشكله، لو الاداره شايفه اللي انا اكمل مفيش مشكله، لكن ميدو رغبته ان هو يكمل. ايه الوضع داخل نادي الزمالك، وهل الكلام اللي انا قلته من شويه ده صحيح يا استاذ رحاب؟ لا هو طبعا في جزء من الصحه ومش كله صحيح يا كابتن كريم. تمام. هو طبعا احنا اجتمعنا مع الكابتن ميدو، اولا في عندنا مهمه جدا دلوقتي هو موضوع القيد الافريقي. تمام، مين هيتسجل ومين مش هيتسجل، والجهاز الفني كله موجود بنشوف قصه التسجيل وقاعدين بنتباحث القصه دي. تمام. ان مجلس الاداره في بدايه الـ يعني وقت ما حصل الازمه بتاعت سموحه
فهو القرار كان طالع ان ميدو والجهاز الفني الموجود معاه هيكملوا لغايه نهايه الكاس. تمام. بعد نهايه الكاس مجلس الاداره بيقعد حضرتك بيقيم الموقف كله على بعضيه، وساعتها بيشوف ايه الـ الـ القرار الصحيح اللي ممكن ياخده. مجلس الاداره، مجلس اداره نادي الزمالك مش محتاج ان هو يخلي ميدو يقدم استقالته عشان يطلع شكله كويس ولا شكله وحش، الكلام ده مش هو ده المشكله، مش ده الهدف يعني. مش ده الهدف، الهدف ان احنا ناخد القرار الصحيح. تمام. يبقى حضرتك في قصه ان احنا جبنا ميدو وقلنا له لا استقيل وهو رفض انه يستقيل، مجلس الاداره لو عايز ياخد اي قرار هيبقى بياخده. بالظبط. فاهم ازاي؟ وكان الاسهل عليه لو هو عايز يمشي ميدو ان هو ياخد القرار وقت ما كان في هزيمه، وقت سموحه، وقت النادي الاهلي. بالظبط. تمام. بالظبط. فدلوقتي كل اللي بيحصل ان احنا في نهايه الموسم زينا زي اي حد بنقيم الموسم كله في النهايه وبناخد القرار في مجلس الاداره. الناس بس خلي بالك ان في ماتش كمان اسبوع او ست ايام في افريقيا، وماتش مهم جدا ومصير النادي الزمالك في بطوله افريقيا. الناس ليه كل ما الناس مجلس الاداره يقعد او عايز يقيم التجربه اللي موجوده والحمد لله اللي انا شايفها يعني فيها نسبه نجاح كبير، او الناس تبدا تقعد وتبدا تتكلم يبقى في مشكله ويبقى في ناس عايزه تقيل ميدو وميدو عايزه تستقيل؟ يعني من حق مجلس الاداره في نهايه، احنا دايما نقول خلوا الحساب في نهايه السنه، خلي الحساب في نهايه السنه. تمام. لما يجي المجلس يدي الفرصه لغايه نهايه السنه وبعدين يجي في النهايه يقيم التجربه عشان يشوفها كويسه وحشه كذا كذا، يبقى ده مش ما الناس ما تستكتروش على مجلس اداره نادي الزمالك. ايوه لا حقكم طيب عن حق المجلس ان هو يقيم التجربه ويشوف ايه الاصلح لنادي الزمالك، لكن لسه في الاجتماع النهارده ولا بكره يا استاذ رحاب؟ لا الاجتماع مستمر دلوقتي ومستمر بكره ان شاء الله. يعني ممتد لبكره، مفيش قرار النهارده ولا؟ لا برضه ممكن ما يكونش في قرار يخص الجهاز الفني خالص، بقول لك الاولويه الاولى دلوقتي يا كابتن كريم للقائمه الافريقيه، انت عارف دلوقتي كمان يعني في مشكله ظهرت دلوقتي انا كمان اول مره اعرفها. فاهم ازاي؟ يعني احنا كنا متخيلين ان انت تقدر تسجل الاسامي، قال لك لا ده انت عشان تخش في القايمه الثانيه، لا عشان تسجل القايمه الثانيه لازم تكون خلصان اوريدي من القايمه الاولانيه. فاحنا كنا انا شخصيا كنت فاكر ان في مساحه يعني نقدر ان احنا نسجل القايمه الثانيه ونسيب القايمه الاولانيه، قال لك لا انت مش هتخش في الثانيه غير لما تكون منتهي تماما من الاولانيه. صح. بالظبط. انت فاهم قصدي عليك ازاي؟ يعني لازم تأيد دلوقتي الجهاز الفني دلوقتي عنده المعلومه ديت، حضرتك بيبلغها لنا والاداريين بيبلغوها. فدي بتعيد النظر في الموضوع حضرتك وبتشوف ايه انت في لعيبه كده من اللي انت استبعدتهم الفتره اللي فاتت لازم ترجعهم. ما انا بحكي لحضرتك بقى، هو ده ده ده, ده الاهم بقى اللي احنا نبحثه دلوقتي في مجلس اداره نادي الزمالك. ايوه يعني طيب حضرتك برضو من شويه بيقولوا لي فريق الاعداد ان كان في تصريح منسوب لحضرتك في احد المواقع الرياضيه للاسف ان ميدو استقال، وحضرتك بتقول لا الكلام ده مش صح، انت ما قلتش كده. لا ده هو بيقول لي احنا سمعنا ان انتوا طلبتوا من ميدو انه يستقيل في نهايه الموسم زيه زي كل الفرق الرياضيه اللي موجوده في النادي، فانا بقول له كل الفرق الرياضيه اللي موجوده في النادي بتقدم استقالتها في نهايه السنه. بس ميدو عنده عقد سنتين ونص، مش مطالب انه ينفذ الاجراء ده. انت عارف حضرتك كابتن كريم وانت يعني كنت عضو مجلس اداره في النادي ان اغلب الناس اللي بتبقى موجوده في المتعينه في مجالس الاداره في في, في 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 النادي بتبقى من قرارات من مجالس الادارات، ما بتبقاش بعقود. فبالتالي جرى العرف ان الناس اللي متعينه بالقرارات دهيت ان هي بتيجي في نهايه السيزون بتقدم استقالتها رفعا للحرج وعشان تخلي مجلس الاداره، لان انا ممكن ما اكونش انا اللي عينته. بالظبط. ممكن يكون مجلس سابق عينه ويبقى انا ليا الحق ان انا اختار اي حد تاني. بس هو عقده شغال، ميدو عقده شغال ميدو ده ميدو عنده سنتين ونص. فبالتالي ما ينطبقش عليه الكلام اللي انا بقوله ده. بالظبط. هو للاسف اجتزأ الجزء الاولاني او هو عايز يسمع الجزء ده، انت فاهم ازاي؟ وراح منزله. انت فاهمني ازاي حضرتك؟ لا مفيش مشكله حضرتك يعني وضحت ومفيش مشكله، والف مبروك يا استاذ رحاب. الله يبارك فيك. وبالتوفيق ان شاء الله لمجلس اداره نادي الزمالك ولكل النادي في الفتره القادمه، وتكون فتره ازدهار بالنسبه لنادي الزمالك ان شاء الله. انا كابتن كريم ببارك لجمهور نادي الزمالك، الجمهور اللي استحمل كتير قوي 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 عشان ينبسط وعشان يفرح. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب ولو صغير ان احنا نبسط ونشجع ونخلي الجماهير دي تكون مبسوطه. يعني أكيد. انا بت ليله الحمد لله امبارح سعيده جدا جدا ان انا كنت سبب بسيط جدا 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 ان انا اسعد كل الزملكاويه اللي موجوده في مصر وخارج مصر. اكيد. وسلامي بقى الكابتن محمود ابو رجيله طبعا الوالد والحاجه بقى الطنط ان شاء الله، الله يعني ربنا يكرمها كده ويشفيها يا رب. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ رحاب ابو رجيله طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك. اروح الناحيه الثانيه الكابتن حماده صدقي اللي انا بقول له معلش يا كابتن حماده حظك وحش السنه دي، ولكن عملت فرقه كبيره وعملت فرقه مميزه بتقدر توصل
لنهائي البطولات، بس ناقص لك تكه صغيره وتاخد بطوله. هارد لك يا كابتن حماد. الله يخليك يا كريم. الحمد لله طبعا على كل شيء، وموسم الحمد لله انا شايفه بالنسبه لنا كان موسم ناجح، بس كان نفسنا طبعا ننهي البطوله. بس في يعني حاجات كثيره طبعا كانت ضدنا امبارح. يمكن حته عدم كنت لازم اخد يوم زياده واصر عليه. ما حضرتك اتكلمت معايا في النقطه دي، اللي انت ريحت اقل من الزمالك بيوم. وطلبت من اتحاد الكوره رفض طبعا. يعني بص يعني ماتش امبارح من اوله كان باين انا مش موظف الماتش خالص. بيتنقل في الملعب اللي عايز اتحاد الكوره، الجمهور اللي عايز اتحاد الكوره. انا ما كنتش كويس، انا فريقي امبارح ما كنتش كويس امبارح. انا فعلا امبارح ما كنتش زي المستوى اللي قبل كده كمستوى الفريق. طبعا اول حاجه ببارك لميدو ونادي الزمالك طبعا على البطوله. وميدو ابنك يا كابتن، يعني ما الموضوع ما طلعش بره. يعني ابنك وانت مدربه كمان. هم اجتهدوا كويس نادي الزمالك امبارح، ويستحق امبارح يكسب. ولكن انا بتكلم على الاجواء بتاعت المباراه. نادي سموحه صعب جدا يعني يوصل المراحل النهائيه. يعني مش عارف اقولها ازاي. يعني ملوش ظهر يعني نادي سموحه ملوش، يعني ما اقدرش اقول لا مش هلعب من غير دون جمهور. الموسم كله بلعب بدون جمهور، اشمعنى الماتش ده ادخل طبعا في ضغوط اخرى بالنسبه للاهلي والزمالك، وبيقدروا يعني ايه يعني الناحيه الجماهيريه والناحيه الشعبيه والتاريخ طبعا بيبقى ليهم. لا هو اتحاد الكره ادار المباراه لنادي الزمالك كل حاجه باجواءها كلها. يعني انا كنت اضعف حاجه في المباراه. يعني المباراه المفروض بتاعت سموحه، انا الجمهور كله فوق 2000 متفرج. ما اعرفش الاجواء، الضرب اللي حصل المرتب الممنهج اللي كان قبل المباراه ده مش ضرب عادي، مش ضرب طوب، ده ضرب شماريخ. ومتهيألي كان فيه معاهم اربجيه مثلا ولا حاجه. الواقعه بتاعت الاتوبيس ده حاجه انا عمري في حياتي كان عارف. الحلم يا كريم حلم. انا قلت احنا بنموت. الطبيعي ان انا كنت اقف بالاتوبيس واطلع المستشفى وما العبش الماتش امبارح، ولكن المسابقه كانت هتبوظ وما كانش هيتلعب تاني. لكن انا خدت لعبتي ورحت الملعب، ولا اجراء يتخذ من اتحاد الكوره. انا بقول لك اهو، لو انا لو 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 نادي الزمالك في مكاني او الاهلي او اي فريق تاني ما كانش هيلعب او ليه ظهر. الموقف اللي انا كنت فيه امبارح كان اتحاد الكوره اتقلب، لكن انا نادي سموحه بص الانديه دي اللي بس عايز اقول لك حاجه برضه يا كابتن حماد. الزمالك الاتوبيس حصل فيه كده بتاع الزمالك برضه في ماتش. لا 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 كان ماتش ايه سموحه؟ لا مش بالمنظر ده، بس دي طوبه ولا حاجه كسرت ازاز. يعني حصل الموقف ده في اتوبيس الزمالك برضه في ماتش في الدوري الرباعيه، يعني ده طوبه والزمالك راح ولعب. لا كان الاكتر كان الاتوبيس اتكسر برضه كله. لا كريم المنظر انا عمري في حياتي ما شفت المنظر اللي حصل امبارح، ان 50 واحد معاهم بيتيني زي حاجه كده ايه حاجه يعني حاجه حديد كده كبيره بتشد مش عارف بايه، بتتضرب زي طلقه بشماريخ. الازاز كله الاتوبيس كله اتكسر، وفي ناس عندي اتعورت. ايوه بص القصه كانت ممنهجه من الاول، يعني هي مرتبه من ساعه ما خرجنا لغايه ما وصلنا للاستاد. النظام اللي كان في الاستاد مفيش نظام خالص. ده مش هقول ده يعني اسباب اللي انا اخترت. بقول لك انا كنت وحش. سموحه ما كانش في يومها او ما كانتش بالضبط. المستوى بتاع سموحه اللي احنا عارفينه. عندي غياب ايمن اشرف وهشام فتح الله فرق عندي في الفرقه. ففي حاجات كثيره جدا فرقت معايا، ولكن بقول الحمد لله موسم بالنسبه لي كويس مع نادي سموحه. بالظبط. وتاهل لدوري ابطال افريقيا برضو، يعني ان شاء الله تعملوا حاجه في افريقيا ان شاء الله وتشرفونا يا رب. يا رب انا بشكرك وكل سنه وحضرتك طيب وهارد لك امبارح. طيب وبالتوفيق الفتره القادمه ان شاء الله يا كابتن حماد. ربنا يخليك يا كريم. بنشكر كابتن حماده صدقي طبعا المدير الفني لنادي سموحه، وهارد لك لمجلس اداره نادي سموحه وللاعبين والجهاز الفني، ويعوضوها ان شاء الله في فترات قادمه. عايز اقول حاجه بقى، ميشو محمد السيد اللي هو اخصائي العلاج الطبيعي في نادي الزمالك خلاص يعني قرر انهاء مسيرته مع نادي الزمالك بعد 25 سنه. محمد السيد ميشو من الشخصيات الجميله جدا والشخصيات المحبوبه جدا داخل نادي الزمالك في الجهاز الطبي لنادي الزمالك، ولكن هو خلاص شايف ان قضى 25 سنه في خدمه نادي الزمالك مع جميع الاجهزه وجميع مجالس الادارات. كان الناس فترات من فتره من الفترات يتريقوا عليه يقول لها ميشو انت عمال تمشي المجالس واللاعبين والمدربين وانت اللي قاعد، لكن يعني هو قرر انهاء مسيرته مع نادي الزمالك والتفرغ بقى لعمله خارج
نادي الزمالك، فبنشكره طبعا من الشخصيات الجميله والمحترمه واللي خدمت نادي الزمالك فتره كبيره جدا، كله طبعا زي مع كابتن عمرو المطراوي والجهاز الطبي وكل الناس داخل نادي الزمالك، لكن بنشكر محمد السيد ميشو طبعا اخصائي العلاج الطبيعي. وزي ما قلت لكم لافته جميله جدا من اداره نادي الزمالك ان عبد الواحد السيد هو اللي يتسلم كأس مصر رقم 23، وكده عبد الواحد السيد اكتر كابتن في تاريخ نادي الزمالك بيحصل على بطولات، او اكتر لاعب في نادي الزمالك بيحصل على بطولات. وفي نفس الوقت الزمالك عنده مشكله، خلي بالكم، في موضوع حراسه المرمى. يعني الماتش اللي جاي موجود محمد ابو جبل والناس المقيده في افريقيا، محمد ابو جبل وجنش ومحمد وعبد الواحد السيد. محمد ابو جبل موجود وهو اللي هيلعب، ولكن جنش موقوف بقرار من الاتحاد الافريقي ايقاف مباراه هو وحازم امام. فكده الزمالك لو عبد الواحد السيد مش موجود في الملعب يبقى كده الزمالك ما عندوش حارس بديل، ودي مشكله كبيره بتواجه نادي الزمالك قبل المباراه القادمه. مش عارف مجلس الاداره هيعمل ايه. وفي نفس الوقت في بعض اللاعبين اللي تم استبعادهم في الفتره اللي فاتت زي احمد جعفر، زي احمد سمير، زي نور السيد، زي دومينيك، زي محمود فتح الله، عبد الواحد السيد، كل الكلام ده مش هينفع ان هو نادي الزمالك يبقى يلعب ب 13 14 لعيب في افريقيا، ومش هينفع بعض اللاعبين الجديده في نادي الزمالك تتأيد في افريقيا او في القائمه المحليه ان هم هيبقوا القائمه الثانيه. انت برضو في ناس مش هتفهمني او مش هتفهم النقطه دي، ان عشان الزمالك يأيد اللعيبه الجديده اللي هو اشتراها وليه اربع اماكن بس في القائمه الافريقيه لازم يحطهم في القائمه المحليه، وعشان يحط اللعيبه الجديده في القائمه المحليه لازم يأيد اللعيبه القديمه الاول اللي هي اللعيبه بتاعت القائمه الاولى. ودي مشكله هتواجه نادي الزمالك، ان الزمالك لازم يقفل القائمه الاولى وبعدين يأيد القائمه الثانيه، والقائمه الاولى في لعيبه هتمشي وفي لعيبه الجهاز مش عايزها. فمشكله كبيره جدا بتواجه نادي الزمالك قبل مباراه مازيمبي، نقص اللاعبين، عدم قيد اللاعبين الجدد او القائمه الثانيه، ان في لعيبه كده ممكن تمشي ببلاش من نادي الزمالك. انا عارف طبعا ان بعض اللاعبين اللي تم الاتفاق معاهم ان هم ما يكونوش موجودين الفتره الجايه هيتنازلوا عن مستحقاتهم وهيمشوا من نادي الزمالك، لكن في بعض اللاعبين برضو زي احمد جعفر، زي نور السيد، المجلس طالب منهم ان هم يجيبوا يعني يتنازلوا عن مستحقاتهم ويجيبوا عرض كمان من احد الانديه عشان يدفعوا فلوس. محمود فتح الله مشكلته مختلفه، ان محمود فتح الله عقده منتهي في نهايه الموسم الحالي كده، عقده يعتبر انتهى، بس فتح الله ليه مستحقات، فما فيش مشكله بالنسبه لموضوع فتح الله، هي موضوع مستحقات فقط. ففي مشكله بتواجه نادي الزمالك في القيد وقيد اللاعبين الجدد والبطوله الافريقيه اللي هتبدا ان شاء الله او هتستكمل بلقاء مازيمبي يوم السبت القادم ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض في كوره كل يوم.